شو بدك تساوي يا مصطفى؟ رح أتركه بالسجن، بلكي بيفكر منيح، وبكرة الصبح رح أبلش استجوبه. ما قصدي عن هذا الشيء، أصلاً مصير الأمير محمد واضح، أنا عم أسألك عن فرح. المرحوم وصاك ببنته قبل ما يموت. شو بدي ساوي علي؟ أنت بتعرف أن المرحوم جاب على بيتي بيوم زواجي، مشان هيك وصاك فيها. طيب ليش ما بعتها على بيته؟ هو قال لي من قبل، قال إنه نحن أعمارنا متقاربة وفي كتير مواضيع نحكي فيها، بس القصة غير هيك تماما. عن جد هالموضوع صعب، بعد كل هالسنين بلحظة وفاته يقول إنه أبوها؟ الإنسان ما بيقدر يعترف بهالشغلات غير لآخر لحظة. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه. بالأول أبونا قياس الدين، وهلأ داود باشا. لما هالأشرار بدهم يوصلوا لأهدافهم لازم دائما الناس الطيبين يموتوا بالأول. واحد رب العالمين يلي بيعرف. فرح خسرت أبوها أول ما لقته. أحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بتشكرك كتير، هذا واجبي. زعلت على داود باشا، البقية بحياتك. كتير فرحني إنه قال لي الحقيقة بأنفاسه الأخيرة. هلأ عرفت ليش هو أنقذني من السجن، وطول الوقت عم يحميني من تشكيلات الأخوة. طيب لسه في عنا شغل بالمشفى؟ أنت شو بدك تساوي هلأ؟ بالأول أنا لازم لاقي مكان عيش فيه، وبعدين لازم دور على أمي، وبعدها ما بعرف. فرح، تقدري تبقي معنا لتلاقي أمك؟ لا تشغلي بالك،